تمام الداخليه وقرار عبد العال بيعمل معجزه بالداخليه، معجزه انا بسميها معجزه، يعني ان هو مدرب فاهم امكانيات نادي، النادي الداخليه مش من الانديه اللي بتجيب لعيبه بفلوس كتير، هو عنده تركيبه كابتن علاء وعنده طريقه لعب بيقدر يركب عليها العناصر اللي بيشتريها مع نادي الداخليه، فعامل شغل كويس جدا وعامل معجزه. انا بقول علاء عبد العال عامل معجزه في بطوله الدوري ان هو يكون في المركز الثاني، كسب 5 ماتشات وتعادل ماتشين، فريق ما خسرش لغايه دلوقتي، فلا عامل معجزه كبيره وكسبان فرق صعبه على فكره، يعني كسب المقاولين وكسب الاسماعيلي وكسب الاتحاد حرس الحدود بره، فعامل شغل كويس جدا. الخريطه اتغيرت يا كريم، يعني شايفين المقصه والداخليه على قمه الدوري ورغم المصري 14 والاسماعيلي 13. لا بص، هو الداخليه مش هيكمل اكيد، والزمالك 13 الداخليه مش هيكمل، بس الداخليه السنه دي هيمشي كويس، خلاص هيبقى خامس سادس، ضمن البقاء في الدوري. القصه يعني موجود الوضع بتركيبه الدوري دلوقتي بموضوع بسيرو، فاكر كنا بنتكلم على جريدو بالظبط، الاهلي هيعاني، اكتر واحد هجمته في مصر على فكره مين؟ جريدو. واحنا اتكلمنا برضه على جريدو، يعني اتكلمنا على جريدو، بس دايما انت بتدي فرصه للمدرب تقيمه بعد فتره يا عباس. لكن انا حتى الكلام اللي انا قلته على بيسيرو بيبين ان هو، انا قبل ما يجي بيسيرو على فكره قلت انا ما عجبنيش لما اتفرجت عليه مع الوحده الاماراتي، خلي بالك كفنيات ككوره ماليش دعوه بقى بالناحيه الشخصيه. فالشكل كده في الدوري الزمالك عنده الجيش والمحله، متوقع ان هو يكسبهم ويمشي كويس. مصر المقاصه ماشي كويس جدا، انا شايف ان الزمالك، بص الترتيب، الزمالك، المقصة، الاهلي، الاهلي لسه فاضله الاسماعيلي. بالظبط الاسماعيلي، رغم الاسماعيلي الماتش اللي فات ما كانش كويس، خلي بالك في ماتش بس المحله بس كسب، عمل كسب هو حتى اللي لسه مش قادر اقيمهم كويس. امبي عنده امكانيات تخليه في حته احسن من كده طبعا، فاهمني؟ لكن هتلاقي المقصه ماشي كويس، الزمالك هيمشي كويس الفتره اللي جايه. الاهلي بقى هنشوف هيقدر يخرج. الاهلي عنده مين الماتش الجاي؟ الاهلي عنده حرس الحدود، عنده حرس الحدود، يقدر يكسب حرس الحدود. حرس الحدود عندنا الماتشات اللي جايه، اتحاد الشرطه مع الانتاج الحربي، امبي المقاولون العرب، مصر المقاصه الداخليه، امبي والمقاولين يوم السبت، خلي بالك مصر المقاصه الداخليه يوم الاحد، مصر المقاصه الداخليه، غزل المحله والاتحاد السكندري، بتروجيت والاسماعيلي، طلع الجيش الزمالك. تعالى نتوقع كده، نتوقع ماشي، تعالى اتحاد الشرطه والانتاج الحربي، اتحاد الشرطه والانتاج الحربي، الانتاج الحربي اقوى. طيب امبي والمقاولون العرب، امبي، مصر المقصة والداخلية، مقص، غزل. طب انت بتتكلم على النجم علاء عبد العال، عامل معجزة يا كابتن علاء، عامل معجزة بس بتقول المقص ماشي. معلش يا مقص، لا انا توقعاتي، لا بس انت لو دخلت من شوية او سمعت شوية قلت علاء عبد العال عامل معجزة، قال لك عامل معجزة بأقل الامكانيات. قفشتك يا محمد عباس، ماشي محمد جت فيا، ماشي جت فيا، خلي جت فيا دي المرة دي. طيب كابتن علاء، احنا طبعا سعداء بأدائك المميز جدا، انا وكريم لسه بنتكلم عليك، وكريم بيقول انك عملت معجزة وحاجة من رحم المعاناة، اعتقد الامور بالنسبة لك الفترة الجاية بتفكر في حاجات كتير. اكيد طبعا، اول تحياتي ليك كابتن محمد، تحياتي للكابتن كريم حبيبي، الله يخليك كابتن علاء. والحمد لله، يعني انا راضي عن اللي احنا وصلنا دلوقتي، الفريق الداخليه بالامكانيات اللي موجوده عندنا الحمد لله، اعتقد ان احنا مقدمين بشكل كويس، نتائج كويسه، يا رب الاستمراريه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، يعني لسه بنقول ان احنا، انت من وجهه نظر انت عامل معجزه في الدوري السنه دي، وعندك طريقه بتقدر تجيب لعيبه توظفها حسب الطريقه اللي انت بتلعب بيها يا كابتن علاء. الحمد لله والله يا كابتن كريم، يعني ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، واهم حاجه الاختيار اللعيبه، ان هي دي القماشه اللي انت بتشتغل بيها وانت وبتنفذ الفكر بتاعك. فربنا كرمني، يعني ان انتقال اللعيبه الموسم ده اعتقد يعني جابت نتيجه كويسه. اللعيبه مقاتله في الملعب، اللعيبه عندها طموح. معانا مجلس الاداره بالامانه والله، رغم قله الامكانيات، انما على قد ما بيقدروا يوفروا لنا بيوفروا لنا، واللعيبه مقتنعه بالكلام ده واحنا مقتنعين بالكلام ده. فالحمد لله، يعني انا شايف ان فريق الداخليه السنه دي افضل من اي موسم تاني، وعاملين اداء كويس، عاملين نتائج كويسه. يا رب ان شاء الله نستمر، عندنا مباراه ثقيله طبعا. الموارد المخصصه بقى اكيد بالنسبه لك لها حسابات بالنسبه لك. اكيد طبعا، كل احترامي طبعا لفريق المقصة وادارته وكابتن ايهاب جلال، حاجه جميله وحاجه محترمه، والمقصة عامله حاله جميله في الدوري، زي الداخليه زي سموحه النهارده، ببارك لهم على ادائهم قبل النتيجه، لان هم عملوا اداء راقي جدا. وبقول الناس ما تقولش ان الاهلي وحش، هنقول ان السموحه كانت كويسه. صح، سموحه قدرت تقفل مفتاح اللعب كويس قوي على النادي الاهلي، قدرت تستغل الهجمات اللي جات لها وتحرز منها اهداف. فما
خاصه فريق محترم هتبقى موقعه قويه بينا وبينهم، هتبقى مباراه صعبه علينا وعليهم مع احترامنا الكبير ليهم في ملعبهم، انما ان شاء الله نحاول نعمل نتيجه كويسه معهم باذن الله. كابتن علاء احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وهتفضل لحد امتى؟ مش عايز تجيلنا ولا مانعينك؟ لا يا حبيبي تحت امركم، بس انتوا اتفقوا مع الشركه الراعيه وانا تحت امركم. محدش يقدر يمنع كابتن علاء عبد العال، دي الداخليه دي الداخليه يا جماعه، انتوا بتهرجوا. كابتن علاء احنا دايما بنسعد بيك سواء بالتليفون او معانا في البرنامج، دايما بتساعدنا يعني. حبيبي توفيق يا كابتن علاء. محمد حبيبي يا كابتن كريم، ربنا الله يخليك كابتن علاء. اتفضل يا كابتن. اتحاد الكوره الاول، عارف شفت انت كده فيلم من الانتقام، يقول لك الاول. لا هو احمد مجاهد، استقال النهارده مش عشان عايز يستقيل عشان النتائج السيئه، هو بيستقيل عشان يضغط على اتحاد الكوره عشان هم مش عايزينه يمسك لجنه الحكام. هو ماله وحكم، يبقى مشرف على لجنه وحكم. الحكام، ما هي ماشيه كده في اتحاد الكوره يعني. ما يعني مش انا بصراحه مش فاهم يعني. وبص اقول لك حاجه، بقول يا كريم ريحنا بصراحه الحمد لله. يعني هو فاكر ان الناس هتتمسك بيه وتقول لا 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 وعبال البيت. بقول لك كابتن احمد، انا عارف ان انت برجوله اوعى تتراجع، خدت قرارك، اوعى تتراجع، كمل عليه. هو بيقول مجلس الجماليه الحالي فاشل، ما تشتغلش يا كابتن مع مجلس فاشل عشان تبقاش فاشل زيهم. ها وهو الأسوأ عبر تاريخ بس دي حقيقه بس دي حقيقه ما اختلفناش، دي حقيقه يعني. مع احترامي للناس كلها، دي حقيقه، هو الأسوأ عبر تاريخ كره القدم. النتائج بتقول كده، الارقام بتقول كده. طب يعني احمد مجد يعني بس هو انا بقول لك يا ريته كان استقال عشان مثلا خروج المنتخب الاولمبي، عشان بالزبط الخسائر بتاعت، لكن هو خسر، هو استقال عشان بيضغط على اتحاد الكوره. انا اقول لك هو بيقول ايه. انا بقول لك بيقول ايه، احمد مجد عضو اتحاد الكوره، ان المجلس الحالي فاشل وهو الأسوأ بين مجالس الادارات التي تولت قياده الجبلية، وتابع مجد بعد استقالته اشتغلت مرمطون في اتحاد الكره وحاولت باقصى جهد حل المشاكل ولم جميع الاطراف. هينزل الانتخابات اللي جايه، ولكن المحاولات ما شكلها كده هينزل يعني، ما اعرفش له ولا ملوش، ولكن المحاولات بقت بالفشل بسبب انانيه الجميع. بص واضاف عضو اتحاد الكره ان الجميع يبحث عن الانتخابات من الان قبل 9 شهور، وتركوا امور الاتحاد دون اهتمام مما دفع الجميع لاتهامنا بالفشل. انتوا فشله، ده حقيقه، انتوا فشله. ويا ريت الباقي كمان يجي كده في بيركب القطر كده ويقول لك لا الثاني. المشكله مش في كده يا عباس المشكله مش مهم ان نستقيله دلوقتي، ما هو كده كده خلاص فترتهم بتخلص. انت عارف بيقول لي برد عليه، لكن هيخشوا انتخابات تاني؟ ما اعرفش، انا نسال يعني في حد في اتحاد الكوره الحالي؟ ما في ناس هتخش يا جماعه، يا ريت تجاوبونا في الاعداد يعني. هل هيخش المهندس احمد مجاهد له يعني؟ انا مش بتكلم احمد مجاهد بس، لا انا بقول يعني على سبيل المثال، لانه راجل ممكن في ناس هتخش، في ناس طيب موجوده في المجلس الحالي هتخش انتخابات تاني. له انتخابات ويدخل في القائمه بتاع المهندس هاني بريده خلاص يعني. هو استقال ليه طيب؟ مش عارف. بيقول لك هو استقال عشان موضوع لجنه الحكام، هو كان عايز يبقى رئيس لجنه الحكام. طيب ما انا بقول لك يعني انا طيب. انا لما كنت عايز يستقيل علشان مشرف على لجنه الحكام، انا عارف. وكان عايز يمسك مكان كابتن عصام عبد الفتاح. قبل كده سحبوا له جنشئون لاعبين، هم يعني تقليب اظافر، انت عارف انت القصافه لما تمسك قصافه وتقصقص كده عشان تبقى. يا ريته بس يستمر على استقالته وما يسحبهاش. حسن فريد وموضوع الجزء، يا ريته يستمر على استقالته وما يسحبهاش، يبقى عمل جميل. على فكره كان في خناقه ثانيه مع عارف مع كابتن حسن في الاجتماع الاخير. الجبلاء بترد عليه بتقول لك استقاله احمد مجاهد ورقه ضغط الاشراف على لجان التحكيم. ما احنا عارفين القصه، ما انا بقول طيب يعني مش انا برضه مش فاهم. مجاهد هو عايز يمسك يا عباس، عايز يمسك لجنه مش